سي خبير قراش ديما تركزوا على البطاقه تاع الركوب من غير مطالب؟ احنا كنركزوا على البطاقه لان هي نثبتوا الهويه ديالنا بعدا الاعتراف كمستخدم بالوكاله المستقله للنقل الحضري وبنقل المدينه من يعطوني البطاقه ديال الهويه انا ذاك لكل مقام مقال. هاد الناس هادي الوقفه الخامسه ولا من يجيب وعدونا وغيفتحوا معنا باب الحوار من طرف السيد العمده او من ينوب انا ارجع سد لنا الابواب ما لقيناش الوجه بينما واحد العدد ديال الشري ديال المكاتب المستقله للنقل الحضري توتات للتسير المفوض يتمتعوا ببطاقه الركوب المتقاعد يتمتع. حنا الوحيدين في المغرب اللي خصونا مراكش اسفي اكادير وهلم مجره حنا الوحيدين. لماذا؟ هذا سؤال مطروح. هاد الناس ما بغاوش يجاوبونا. حنا غنبقاو نوقفوا هنا والاسبوع المقبل للولايه وغنبقاو ولا متى حنا غيبقاو الارامبيل ولا مشاو الارامبيل غيبقاو الابناء ديالنا اللي هما تحت الكفاله لن نتنازع حق الماكله في الثمن. هاد الناس عيبركم على الطاوله المفوضه ويعطونا البطايق ديالنا اقل واكثر. حنا راه غنبقاو هنا باركين ما غنتحركوش الى ان يطلعوا الارض ومن عليها.